البرنامج الكلم الطيب. نجتهد في أن نضع قدم المسلم على سير صحيح إلى الله في سائر العبادات. تخيل أنت أن ربنا سبحانه وتعالى يقول اسمك في ملأ السماء، لا ينفك عبد مطلقا عن هذه الأمور الثلاثة. وإذا كان العبد قائما بالعبودية في هذه الأمور الثلاثة، أنه إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا عنوان سعادته وعلامة فلاحه. كثير من الناس مغرور بالنعم. الخطر انك تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك لم تصل. الحذر الحذر، دعونا من الدعاوى وتعالوا الى العمل. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه برامجنا. الكلم الطيب يأتيكم في 5:45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وترتيل وتجويل.